نبهوا يكفينا، احنا الان نقدروا نتوقفوا، الان نقدروا نحبسوا، يا الناس اللي راهم مازال مش واعيه، يا الناس اللي مازالت بعض الجهال، بعض ممن سلبوا في عقولهم، مازال المرض هذا ما كاش منه، مازال راهي دعايه، خافوا الله عز وجل. خافوا الله عز وجل في ارواحكم، في مواليكم، انا حكينا قصه نتاع الزوج اللي فقد زوجته نتيجه التهور تاعو، نتيجه التهاون تاعو، يا رجل ما تسلمش، وراه جاي عيد الاضحى. بالمناسبة بيان لجنة الإفتاء تاع وزارة الشؤون الدينية نحييهم المشايخ تاعنا، بيان مهم جدا. احتاطوا في قضية الأضحية، احتاطوا في شرائها، في ذبحها، احتاطوا حتى في التغافر بين التزاور. نعم التزاور، ما تزورش بالهاتف وبالفيسبوك. نعم، وشفنا شيخ في العيد الصغير المرة اللي فاتت الأعداد ارتفعت، كان كاين حجر تاع يومين وبعد فتحناه، للأسف الشديد لما فتحناه الناس راحت تغافر. للأسف نعم. يا ودي ياهو مش قال لك ما تغافرش لأنه حزك ولا لأنه حجرك ولا لأنه منع عليك، لا، حفاظ على روحك ولا روح والديك لا تغافر لهم. فاتقوا الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حفظ النفس من حفظ الدين، والروح اللي بين جنبيك أمانة عند الله عندك. ولا بأس لا بأس ننبهوا بعضنا، حتى الجاهل يحتاج إلى أن ننبهه. قال نبهوا اللي يجي يسلم ولا يجي صافع. نعم. واللي يجي موش داير البافات اللي داخل عندك المحل، وحي التجار أيضا اللي عندهم صرامة قوية جدا. فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة والدعاء، واليوم الجمعة وساعة الجمعة فيها دعاء لا يرد إن شاء الله، ربي يرفع هذا البلاء ويكشف هذا الغم إن شاء الله، ويرحم الموتى واللي راهم مرضى ويشوف فينا، الله يشفيهم ويعافيهم. وتحية تقدير لكل الأطباء، الله يحفظكم. ونذكركم بحديث رسول الله، يفزع الناس إليهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة.